نظمت أمانة حزب مستقبل الوطن بمحافظة الإسكندرية مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وخلال المؤتمر قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي إن المرحلة المقبلة هي مرحلة بناء الإنسان من حيث التعليم والثقافة والصحة والتوسع في المشروعات ومشاركة القطاع الخاص في التنمية. احتفاف جماهيري غير مسبوق خلف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذا البطل القائد النزيه الشريف الحكيم المحنك الذي يلتف حوله الشعب المصري خاصة في القضية الفلسطينية، وفي نهاية تسع سنوات كل اللي حصل خلال تسع سنوات من التعليم والصحة والقضاء على 100 مليون فيروس سي و100 مليون صحة والقضاء على الأمراض السارية والزراعة 2 مليون ونص فدان. النهارده حقيقة إنجازات تتحدث عن نفسها، انجازات الرئيس خلال تسع سنين. اللي احنا عايزين نقوله وعايزين نوصله ان احنا كلنا خلف قيادتنا السياسيه، النهارده احنا بنحافظ على بلدنا، بنحافظ على استقرار بلدنا. هذا الدعم ليس فقط لفخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانما لدعم بلدنا والحفاظ على ارضنا والحفاظ على كل شبر من هذا الوطن اللي يحتوينا جميعا. مؤتمر جامد وحاشد ان شاء الله، وكلنا في ظهر الرئيس، وان شاء الله باذن الله كل المصريين، وهو حبيب المصريين وكل المصريين وراه، وان شاء الله باذن الله مؤتمر جميل، وان شاء الله نحتفل اليوم ان شاء الله يوم 12/12 بالرئيس برئاسه الجمهوريه الفتره الثالثه ان شاء الله باذن الله. الحزب النهارده بجميع هيئاته مكاتبه وجميع التنظيمين وجموع المواطنين بجميع الفئات، الشعب المصري الاصيل من عمال وفلاحين من شباب ونساء وشيوخ جايين النهارده يقول له الرئيس كمل مشوارك، احنا وراك من اجل بناء جمهوريه جديده ومن اجل استكمال مسيره التنميه، كلنا وراك، كلنا معاك يوم 10/11/12 وراك بالملايين، بنأيدك وبنقول لك احنا وراك.